عبد الرحمن السويد، الأستاذ المشارك في جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية والاستشاري الوراثة الإكلينيكية وطب الأطفال مستشفى الملك عبد الله التخصصي بالرياض بالحرس الوطني. الآن بأضيف على الميوتيشن تابس، طبعا اللي فاهم الجزء الأخير أو الجزء السابق كافي، لا ما يحتاج أي شيء إضافي على مستوى طلاب كلية الطب، لكن لو فاهم الموضوع ويستفيد أكثر هذا الجزء الإضافي على أنواع الطفرات. في نوع من الطفرات ما هو بوينت ميوتيشن ولا ستراكشرال، كأنه كوبي نمبر أكثر من أي شيء ثاني. طبعا في أجزاء من الجينوم أو في الدي إن إيه، وفي أحيانا في أجزاء من الجين في عدة نيوكليوتايد متكررة، يعني مثلا هذا CAG بعدين CAG بشكل طبيعي انه يكون بهذا الشكل CAG CAG وثاني وثالث ورابع وحتى يمكن 50 او اكثر. هذا جزء طبيعي من الجين يكون احيانا في تكرار، الكودونات هذه متكررة اكثر من مرة، لكن العدد معروف او العدد مسموح بما يتجاوز عدد معين. مثلا في متلازمة اسمها فراجال اكس سيندروم اللي هو متلازمة كروموسوم اكس الهش او المكسور، الجين هذا اللي سبب المرض اسمه FM familial mental retardation 1 FMR1. الجين هذا الجزء منه، الجزء الاولاني منه في حروف متكررة، ثلاث حروف متكررة، العدد الطبيعي فيها اقصى عدد 50 او 55 ريبيت، اذا تجاوز العدد هذا سبب مشكلة، سبب المرض. طيب ايش اسمي هذه الطفرة؟ ما هي بوينت ميوتيشن ولا هي انسيرشن ولا ديليشن، يعني ممكن نقول انسيرشن لكن ما هي تعتبر مثل الانسيرشن العادية، هي ريبيت زايدة، فاحنا نسميها ريبيت تريبل ريبيت ميوتيشن او تريبل ريبيت فاريانت. هذه هي بهذا الشكل، نبدا مثلا سي اي جي سي اي جي سي اي جي، زادت 6 نيوكليوتايد معناها زادت 2 ريبيتس، هذا العدد صار لي مثلا جلوتامين، مثلا هنا مناسك جلوتامين بدل ما يصير عندي 1 جلوتامين صار عندي 2 جلوتامين. هذا احيانا توقف الجين من العمل، تسوي لها لوس اوف فانكشن. هذه النوع من الطفرات نسميها تريبل ريبيت، وبعض الامراض يعني مشهوره تسبب طفراتها التريبل ريبيت ميوتيشن. نوع ثاني من الطفرات احنا نسميه سبلايس ميوتيشن. احنا نعرف احنا الجين عباره عن اكسونز وانترونز، الاكسونز هي الكودينج ريجن هي اللي تعطيني بروتين، والانترونز هي ريجولاريتي سيكونس ما لها وظيفه في البروتين، بصح الجسم يشيلها يسوي لها سبلايس اوت يقصها. فالسبلايسينج تبدا من بدايه الانترون الى نهايه ينقص هذا، فالانترون هذا بينقص اكسون واكسون بعدين يشال الانترون. هذا مثلا الانترون رقم 2 بدايته نسميها دونر سايت ودائما تبدا بحرف الجي تي، ونهايته نسميها اكسبتور سايت ودائما تيب اي جي، يعني معناها سبلايسوم اللي هي مقصات اللي تقص الانترون تبحث عن الحروف هذه، اذا وجدها الجي تي قصته واذا وجدها الاي جي قصته، فهذا اللي المنطقه تنقص تنحذف. هذه بشكل اخر الجي تي والاي جي، جي تي واي جي. لو تخيلنا في طفره صار بدل الاي تغيرت صارت سي، لما يجي المقص بيقص هنا ما بيقص، قص هنا بعد جاي بيقص في المنطقه الثانيه حيتجاوز هذه حيقص هنا حيبحث عن الاي جي اللي بعدها، الاي جي اللي بعدها هنا وش سوى هنا وش صار النتيجة؟ قص المنطقة هذه كلها، يعني قص معاه اكسون 2 معناها انحذف من البروتين، معناها صار البروتين ناقص، صار في اكسون 1 واكسون 3 بس ما في اكسون 2. هذه نسميها سبلايس ميوتيشن. فلما نبحث في السيكونس نحاول نتأكد ان السبلايس سايت ما هي متأثر. السبلايس سايت ميوتيشن مقسمة الى ثلاث انواع، واحدة منها اللي شرحناها من شوية اللي سبلايس سايت جنكشن ميوتيشن، في الجنكشن في الدونر والاكسبتور سايت. النوع الثاني في وسط الانترون، في وسط الانترون صار في ميوتيشن وخلق لي سبلايس سايت جديده نسميها كريبتيك سايت، يعني ما كان فيها اصلا موجوده وخلقها جوا في الانترون، صار بيقص بدل ما يقص في الاطراف صار يقص في الوسط. او كودينج سيكونس تشين، كودينج ريجن اللي هو الاكسون انخلق في داخله سبلايس سايت، صار في ميوتيشن وخلق لي سبلايس سايت. هذه سبلايس سايت احنا نسميها كرييتد نيو سبلايس سايت، وتصير في حاله الجلايسين لما يكون عندنا، نعرف ان الجلايسين جي جي تي اللي هو جي جي يو، لما يتغير الى
الجي جي تي الى جي جي اي اللي هو نفسه جي جي اي نفسه جلايسين، هذا جلايسين وهذا جلايسين. احنا نعرف جي تي والاي جي سبلايس سايت، فلما يجي هنا تغيرت خلق لي سبلايس سايت جديده، ما تغير ايراسيد، ات از سايلنت ميوتيشن لكن تعتبر سبلايس سايت. عشان كذا تذكروا في الكلاسيفيكيشن لما قلنا كودينج ونن كودينج وحطينا كودينج ساينونيمس، حطينا ساينونيمس سايلنت ميوتيشن، حطينا جبنا سبلايس سايت. فسبلايس سايت از سام تايم ساينونيمس بهذه الطريقه، وخاصه لما تكون في الجلايسين. انا بشرح هذه الانواع ان شاء الله نحاول نكون بسطها. هذا طبعا طبيعي الجي تي هنا والاي جي هنا، هنا نجيب الطريقه هذه. هذا طبعا هذه رسمه مصغره من الكبيره هذه. هذا المفروض يقص لين نهايه الانترون بدايه الاكسون، هذا بدايه الاكسون 3 المفروض يقص هنا. الشكل الطبيعي الجنكشن هذه هي سي اي جي، اي جي اكسبتور سايت هنا، يعني هذا الطبيعي اي جي. طيب لما اغير الاي جي هنا اخليها جي جي، صارت جي جي. طيب ايش معنى جي جي؟ المقص ما حيعرفها، it is not identified splice site. فوين بيقص؟ هو لازم يقص، فالمسدس منطلق منطلق، المقص حيقص وين يقص فيه؟ لازم يقص، فبيقص ما حيقص هنا، حيروح يبحث له عن سبلايس سايت جديدة، فوجد هذه تشبه من المقص فجاء وقص هنا. ايش اللي صار؟ معناه ان قصيت هنا معناه ان اخذت جزء من الانترون حطيته مع الاكسون 3، فصار الاكسون 3 كبير، فطلع لي جزء من البروتين ما نحتاج له، جزء من الامينو اسيد ما نحتاج له. هذا اسمه سبلايس سايت، it's activating or creating cryptic site. النوع الثاني من الميوتيشن هنا حنتكلم عن المنطقة هذه، المفروض يقص هنا، المفروض يقص هنا، فبدل ما يقص هنا راح يقص هنا. كيف صارت؟ المفروض يقص هنا ومعروف هذا ما تغير، هذا ما جاء في ميوتيشن، هو ما زال جي تي هنا موجود جي تي. طبعا السيكونس هذه مكتوبه هنا هي سي سي بهذا الشكل الين يجي مثلا جي جي تي. جاء هنا النيوكليوتايد هذا الجي طلع اي، اي جي تشبه السبلايس سايت، فلما جاء المقص بيقص طبعا شايف هذه وشايف هذه، طبعا يقدر يقص هنا ويقص يقص هنا، فراح قص هنا في حوالي 90% من الحالات، في كل مره بيصنع البروتين قص هنا. فايش اللي صار؟ ف 90% من الحالات صار الاكسون 2 اكبر من العادي لانه اخذ جزء من الانترو، وفي حوالي 10% من الحالات قص بالشكل الطبيعي، يعني طلع الاكسون عادي طبيعي. فايش اللي صار؟ هذه سبلايس سايت ميوتيشن، فطلع لي عندي خلل او طفره جديده بنتيجه التغير الانترونيك ميوتيشن. فاحيانا جزء احيانا الانترونيك ميوتيشن ممكن تسوي لي مشكله ولو انها ما هي كودنج ريجن. فهذه كرييتد نيو سبلايس اكسبتور سايت. النوع الثالث هذا الاكسون 1 المفروض يقص هنا في نهايه، راح وخلق له سبلايس سايت جديده، يعني مثلا هنا ما لمسها طبيعيه زين، لكن خلق هنا سبلايس جديده. نجي هنا موجود هنا جي جي تي وبعدين هنا جي، لما تغيرت الجي هاي صارت اي، طبعا ما هو في سبلايس سايت جنكشن نفسها لكن جنبها، اتس نير باي، هذه احيانا تسبب مشكله. فنير باي سبلايس سايت اذا مثلا نقول جنكشن احيانا الى 8 سبلايس سايت نير باي نيكليتايد ممكن تسوي ديستربنس للسبلايس سايت ميوتيشن. فهذه سوت لها خلل. ايش اللي صار؟ في 40% من حالات الار ان اي صار يقص هنا، فمعنى صار الاكسون 1 قصير ناقص زين، فمعنى لوس فانكشن، وفي 60% من حالات يكون طبيعي. هذه كلها تسمى سبلايس سايت ميوتيشنز. النوع الثالث من الميوتيشنز اتس لونج كوبي نمبر فاريانت. طبعا خلوكم الرسمه تعقيدتها، هذا الشكل طبيعي، نقول هذا البوكس الازرق سيكونس معين بهذا الحجم، مثلا نقول مثلا فيها 1000 نيوكليوتايد 1 كي بي، وهنا هذه بعد منطقه اخرى فيها 1000 كي بي بس باللون الاحمر، يعني نيوكليوتايد بشكل معين، والمنطقه اللي بينهم. طبعا يصير في تبادل خلال انقسام الخليه بين الكروموسومز والدي ان اي، فنقول لو صار في خلل في التبادل هذا ممكن يصير لي خلل في عدد الجينات والنيوكليوتايد في المنطقه هذه، فممكن يصير لي بالشكل هذا، يعني ما عاد يصير لي يروح نص المنطقه هذه وهذه تنحذف ويصير فقط المنطقه هذه، فصار هنا ديليشن، فهذا لوز اوف فانكشن او شورت كوبي نمبر فاريشن ديليشن. هذا طبعا النسخه الثانيه طبيعيه، او انه يكون لا دوبليكيشن، يعني هذه موجوده وهذه موجوده والمنطقه اللي بينهم هذه موجوده، لكن هنا في دبل، هذه المنطقه دبلت مرتين وهذا ايضا دبل، صار عندي دوبليكيشن، بينما النسخه الثانيه طبيعيه. هذه كوبي نمبر فاريشن، هذا اللي نشوفها في اللي عندهم توحد واللي عندهم سكيزوفرينيا وبعض الامراض الاخرى. One version is normal، نسخه سليمه ونسخه مدبل، وهنا نسخه سليمه ونسخه هنا deleted. هذه يسميها copy number variation، وشوفها في بعض الأمراض مثل شاركة ماري توث ديزيز.
زين اللي هي الجين هذا PMP22 يصير دبلكيت هنا وهنا صار نسختين منه. بالمختصر هذه نسميها بوينت ميوتيشن، ممكن في الكودينج ريجن والنان كودينج ريجن. الكودينج ريجن نان سينونيمس ولا سينونيمس، والنان سينونيمس ميسنس ونونسنس، والسينونيمس عادة سايلنت ميوتيشن واحيانا سبلايس سايت. النان كودينج ممكن سايلنت، ممكن في سبلايس سايت، ممكن في البروموتر. والنان كودينج ممكن في البروموتر او في السبلايس سايت او الانترون، او في تكون الميوتيشن في داخل الانترون وش الساين وما اثر. التايبز اوف فاريانتس مثل ما ذكرنا، بس توضيح ايش معنى كودينج ونان كودينج. الاكس هذا الاستراكشر حق الجين على ما تذكر في انتدكشن مولكيولر جينيتكس. هذا الجين بدايته من الاحمر، هذا هو الريدنج فريم. الاحمر هو الاكسونات والفراغات اللي بين الانترونات. الاحمر هو الكودينج ريجن، هو اللي بيعطيني بروتين، فنسميها ميوتيشن فيها كودينج ميوتيشنز. فهذه بروتين كودينج ريجن. نان بروتين كودينج ريجن هي المنطقه الاخرى، يعني اللي قبل الجين اللي هي البروموتر والانهانسر والانترونز بعد تعتبر نان كودينج، وحتى السايلنسر اللي في الاخير، وحتى اليو تي ار تعتبر نان كودينج لان تطلع برا، لكن احيانا تصير فيها طفرات تسوي مشاكل. تذكروا الكلاسيفيكيشن الاولاني اللي ذكرناها، في نوع منهم اللي هي لوز اوف فانكشن وجين اوف فانكشن. فاحنا نقول لوز اوف فانكشن يعني فقد الجين وظيفته، وهي عاده تكون سبستيتيوشن او ديليشنز او انسيرشن او ريارينجمنت. فالبروتين لوز اوف فانكشنز ميوتيشنز عاده تكون سبستيتيوشنز، زين، وهي اللي تاثر على معظم الامراض الوراثيه المتنحيه وكثير من الامراض الاستقلابيه. الديليشن انسيرشن وذ لوز اوف فانكشن تجي في الالفا ثلاسيميا خاصه والاسم اي، والتيومر والكانسر بشكل عام it is لوز اوف فانكشنز، لكن احيانا تكون جين اوف فانكشن في الاونكوجينز. ريارينجمنت في الجينات تاثر في الجينات حقات دي ان اي ريبير. Gain of functions is increase production of the protein. صير في كمية أعلى من البروتين أو إن البروتين نشيط جدا. فتجي وهي أقل less common than loss of function. تجي مثلا في تشاكت ماري توث، ولو تكلمنا على مستوى الكروموسومات على ترانسوميتون تي 1، وفي طبعا الأذر فارينت اللي رير والإكوندروبليزي. أحيانا تكون طفرة ما هي loss of function ولا gain of function. It's a new novel protein function. يعني بروتين جديد ما هو موجود. وأكبر مثال هي الأنيميا المنجلية. عندي الهيموغلوبين العادي اللي هو الهيموغلوبين A، طلع لي هيموغلوبين جديد اسمه S ما هو موجود في الجسم، هذا اسمه novel protein mutation. هذه أحد الكلاسيفيكيشنز اللي يسويها الميوتيشن، نقسمها إلى بروتين ستركشر نورمال او انها بروتين ستراكشر اب نورمال، ونسميهم جين اوف فانكشن ولوز اوف فانكشن في كل القسمين. فهنا مثلا ستراكشرال اب نورمال بروتين نوفل بروتيز هيموجلوبين اس، بيتا ثلاسيميا حاطه على لوز اوف فانكشن، جين اوف فانكشن جاب لي هيموجلوبين كيمسي او كوندروبليزيا، وجاب على الجين اوف فانكشن في الاب نورمال ستراكشر بروتين الكوندروبليزيا. وهنا البروتين ستراكشر ويز نورمال ديكريز اماونت اللي هي لوز اوف فانكشن اللي هي الفا ثلاسيميا، وجاب الجين اوف فانكشن جاب التشاركت ماري توث. وهذا بمختصر، وحط لك الجين اوف فانكشن اللي هو الاونكوجين. الكلاسيفيكيشن الثانيه اللي هي الباثوجينيسيتي، وهذه اكثر كلاسيفيكيشن احنا نستخدمها في الطب على مستوى نتائج الفحوصات الوراثيه ونتائج الدي ان اي والمريض هل هو مصاب ولا لا. الكلاسيفيكيشن هذه طلعتها الامريكان كوليدج اوف ميديكال جينيتيك اند جينومكس، ومعها الاسوسيشن فور مولكيولر باثولوجي. هم دخلوا في موضوع ان الميوتيشن المفروض تتغير الى كلمه فاريانت لانه في كونفيوجن على التيرمينولوجي، وهذا متفقين عليه. ثم حطوا الكلاسيفيكيشن الى خمس انواع بغض النظر على ان كودينج من كودينج من سنس ولا لا. حطوا قالوا احنا بنسوي كلاسيفيكيشن هذه باثوجينيك او بيناين. بيناين يعني حميده ما فيها مشكله. ثم حطوا تحتها لايكلي باثوجينيك، وحطوا هنا likely benign، حطوا واحدة في الوسط اللي هي VOS اللي هو variant of uncertain significance اللي ما حد عارف هل هي pathogenic ولا ما هي pathogenic. وطبعا عشان واحد يقدر يقول pathogenic ولا ما هي pathogenic، حطوا الجدول هذا وحطوا الجزء هذا pathogenic وهذا benign، ويعني يمكن واحد يدخل في تفاصيلها، مثلا يشوفوا population data، يشوفون software analysis predictions tools عشان يعرف ان هذا الميوتيشن غيرت الاماسيد ولا لا، او انك عندك functional studies، او عندك مثلا فحص بقية الأطفال أو الأسرة وشفت الميوتيشن هاي ماشية مع كل المصابين أو لا، أو إن الطفرة جديدة، أو عندك بيبوليشن أليليك فريكونسي أو أليل فريكونسي على مستوى البيبوليشن اللي هي الجين فريكونسي أو الأليل فريكونسي الموجودة في الداتابيسز بيج داتابيسز مثل جينوم اي دي والإكزاكت 1000 جينوم أو غيرها من الداتابيسز الموجودة، أو عندك
فاريانت معروفة موجودة مع أكثر من مريض موصوف عليها. فهذا الجدول هو اللي يقدر يساعدني يقول هي باثوجينيك ولا ما هي باثوجينيك. في الأخير بس بتكلم على الستركشر فاريانت. الستركشر فاريانت is common في البيبوليشن، ما هي رير، موجودة في 13% of the human genome. و at least 246 genes that exist have structure variant. وعلى مستوى هوموزايغوت، وأحيانا الديستيبل جين فانكشن بشكل كبير ومع ذلك ما أثرت على الإنسان. ومقسمة structure variant إلى microscopic و submicroscopic which it's happened frequently in 1 in 375 live birth population عندهم microscopic mutation. والsubmicroscopic موجودة في 16 إلى 20% في البيبوليشن. طبعا هذا مختصر للسنجل نيوكليوتايد فاريانت. السنجل نيوكليوتايد فاريانت موجودة في 75% of the DNA changes، يعني أكثر الفاريانت is single nucleotide variant وموجودة 1 in 1000 نيوكليوتايد. كل 1000 نيوكليوتايد في الهيومن جينوم في فاريانت. بالمختصر عندي فاريانت ما تغير في عدد النيوكليوتايد، وعندي فاريانت تزيد عدد النيوكليوتايد. الميوتيشن المقسم على single nucleotide variant و structural أو indels على حسب الحجم. single is one nucleotide. structure is more than 100 megabase. الindels اللي هو insertion deletion أقل من 50 base pairs. single nucleotide اللي احنا نسميها point mutations مقسم على coding و non-coding. والcoding مقسم على synonymous و non-synonymous، عندي missense و nonsense و silent والجزء non-coding أيضا نفس الكلام. structure variant مقسمينها إلى insertion deletion، frame shift و non-frame shift، كل واحدة منهم فيها insertion deletion، وعندي short copy number long copy number وإلى مستوى الكروموسوم حتى. وهذه مختصر كامل للأنواع، أنواع الفاريانت. single nucleotide variant اللي هي على المستوى نيوكليوتايد، ولما تكون موجودة في 1% of the population نسميها SNP single nucleotide polymorphism. وعندي single nucleotide polymorphism اللي هي non-SNP، ممكن silent، missense، nonsense، deletion، insertion، frame shift أو non-frame shift. وهنا ممكن ما ذكرتها اللي هي transition لما تغير البيورين إلى بيورين، أو البيرميدين إلى البيرميدين، أو البيورين لما يتغير البيرميدين نسميها transversion. وعندي الكوبي نمبر variant اللي هي التريبل ريبيز واللونج كوبي نمبر variation. هذا السلايد مختصر لجميع أنواع الفاريانتس، وإن شاء الله تكون واضحة في هذه المحاضرة وما يكون في أي confusion على تقسيم الميوتيشن، لأن كثير من الطلاب متلخبطين في أنواعها. مختصر لازم تعرف الكودون إنه من 3 نيوكليوتايدز، وإنه ليس كل ميوتيشن سبب مرض، بعضها بيناين. الشيء الثالث إن الكلاسيفيكيشن هذه فيها أوفرلاب، يعني ممكن أسميها سايلنت وممكن أسميها سايلينايموس، ممكن أسميها سبستيتيوشن، ممكن أسميها بوينت ميوتيشن. وهذا مختصر طبعا للعامة الناس. أنا قسمت الطفرات بدل الأربع أنواع اللي باثوجينيك ولايكلي باثوجينيك وفي يو إس ولايكلي بيناين بيناين إلى 3 باختصارا، يا مرضية يا حميدة أو إنها مجهولة اللي هي VUS. وقسمتها single nucleotide ولا copy number variants.